أم يوسف. يا أم يوسف. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا في مشاكل بيني وبين جوزي وكده، ومش عارفة إن أنا أتصرف. على طول إهانة، على طول سب دين، على طول مثلا اخصى عليه. ليه يا أم يوسف؟ ليه يا بابا؟ هو عامة على طول بيقول لي يعني ما بتفهميش، مش عارف إيه والكلام دوت. بس انا ربنا اللي يعلم، انا واحده مريضه وبشتغل وبجري معاه، وهو برضه اولا ما يعبكيش ان انت مريضه، بس بالراحه عليا، يعني اقدر افهم من كلامك ان انت ست بتصلي ومتدينه وعارفه ربنا وهو بعيد، صح؟ هو بعيد عن ربنا، وفي نفس الوقت يا شيخ هو بيطلب مني حاجات اساسا يعني ربنا محرمها. خلاص بقى، ما احنا خلاص فهمنا بقى، هو بيسيب الدين، فعرفنا ان كل حاجه وحشه هتيجي، مش لازم نقول بقى. الفكره بقى يا ام يوسف، انت بقالك كام سنه متجوزه يا حاجه؟ انا بقالي 4 سنين. اربع كام؟ 4 سنين. من ساعة ما اتجوزتي وهو شيطان كده؟ هو عامة طول عمره كده. الا طب وافقتي ليه عليه وانت مخطوبة يا ام ما يوسف؟ كنتش اعرف والله ان هو كده. طيب وانت دلوقتي لو قلنا لك يا موسف اتطلقي توافقي؟ انا نفسي، يا سلام. انا غضبت في شهر رمضان اللي فات، قعدت طول شهر رمضان غضبانة، لان يعني انت دلوقتي يا حاجه ام يوسف، يعني متصله بيا عشان اقول لك اتطلقي، ولا متصله بيا عشان اقول لك تعملي ايه؟ عايز اعرف بس اعمل ايه، لان انا اتخنقت من العيشه. انا على طول لو جيت اتكلمت مع والدته في حاجه تقول لي مثلا انا ما ينفعش ان انا اتكلم معاه في حاجه زي كده. ايوه، القرد في عين امه غزال يا حاجه ام يوسف، استني بس. طيب انا هقول لك تعملي ايه. حاضر. هو بدايه نعم ست ساعات. حاضر. اصل سؤال ام يوسف ده حلو قوي يا ست سعاد. ست سعاد يا حاجة سعاد. طيب هي ام يوسف اول ما ابتدت اول القصيدة كفر، ليه؟ قالت لي اصله بيسب الدين، فانا ده ملوش علاج عندي. اي واحد بالنسبة له دين ربنا يسيبه عادي كده، فمش هقدر اقول له خد بالك من مراتك، ما خدش باله من دينه. وفكرة سب الدين دي قعدت فترة كده، والله العظيم يا اخوانا، الناس تقيس قيمة الناس بعلبة سجاير معينة اللي هي اللي لونها أحمر دي، أيوة، والقلم والجلابية البيضة اللي بتشف وترف، يقول لك ده باشا، فيقعد يسب 30 دين في القعدة عادي، يعدوها عادي، ده معاه فلوس والعربية راكنة. فكرة يا اخوانا لما بتيجي بنوتة تسألنا، هو أنا من حقي إن أنا أطلب واحد يعني أتخطب لواحد ما بيدخنش؟ أه، وأنت مخطوبة من حقك تختاري وتفرزي، أما هو إنه لما أتجوزك دخن خلاص دي مش بتاعتك. انما فكره ان هو من ساعه ما عرفته بيسيب الدين، لا ده غير مؤتمن على دينه، واتمنه عليك ازاي؟ طيب فانتقلنا لمرحله تانية، خلاص انا اتنيلت على عيني واتجوزته. اذا كنت عارفه ان انت قبل ما تتنيلي على عينك واتجوزتيه انه كان بيسب بالدين، يبقى تتنيلي على عينك وتسكتي، يا تتطلقي في صمت يا اما تسكتي في صمت. لو هو اتغير بقى من بعد الجواز نبتدي نتكلم بقى، كلامك مع امه مش هيجيب، لان ده خلاص محتاج وقفه، ده محتاج وقفة من حد من أهله وحد من أهلك، وده اللي بنكلمه بقى، حكم من أهله وحكم من أهلها، مش رايحين يتخانقوا مع بعض، رايحين في نيتهم الإصلاح، مش رايحين يقولوا أصل دي قايمتها كان مكتوب فيها 100,000 جنيه فإحنا هناخدهم 110، والتاني يقولوا لا أصلها هي اللي طالبة، لا هم رايحين بنية الإصلاح. يا عم الحاج دي ابنكم بيعمل مع بنتنا كذا عشان كذا، طب هضمن لكم، طب ما تجيش أنت بقى وتقولي إيه وأنا إيه اللي يضمنني؟ لا اصل احنا مش بنديك بضمان المحل، احنا بنجرب. هتساليني سؤال، من حقي اتطلق؟ اه من حقك تتطلقي يا ستي، طالما هو مش كويس. عندنا طلاق اسمه طلاق الضرر. طلاق الضرر ده نافذه رحمه، لان بعض الناس بيظن ان الاسلام كبل المراه في موضوع الطلاق، لا، في طلاق للضرر بيحكم به القاضي، القاضي يعرف ان الراجل ده ما بيصرفش فيطلق المراه للضرر. القاضي يعرف ان الراجل ده اتجوز على مراته لكنه ما بيعدلش، مش هيطلقها لمجرد ان هو اتجوز، لا، لمجرد انه ما بيعدلش، انه ما عدلش، فيطلقها للضرر. الاسلام جميل جدا، لكن مشكلتنا احنا كمسلمين كل واحد عايز ياخد من الاسلام اللي يوظف مصلحته. يعني انا متخانق مع اخويا فهاخد من الاسلام ان انا الكبير، فالكبير ده صاحب حق على طول، لا الاسلام ما قالش كده. الاسلام قال احترموا الكبير، اه، لكن ما قالش ان الكبير يضع عن حق الصغير، لكن عشان انا بقى عايز اعمل فيها شيخ الاسلام ما ينفعش. الدين ده
باكج على بعضه، زي ما ليك حقوق عليك واجبات.